حمص كرم الزيتون 10/1/2012. فيك تخبرنا شو هاي الإصابة اللي بإيدك؟ رصاصة. مين ضربك فيها؟ الأمن. مين بده يضربني يعني؟ طب وين؟ كرم الزيتون. وين؟ من أينو حاجز يعني؟ من حاجز الأنصار. يعني أنت ما عاد تقطع لما كيف؟ أنا وعاد بقطع، جاي من شغلي. يا سيدي الحمد لله على السلامة والله يعطيك العافية. الله يسلمك.